مدرسة أبو ذر الغفاري الثانوية، دق جرس حصة الفتوة، والفتوة هو الاسم الذي أطلقته وزارة التعليم على مادة دراسية مستحدثة أدخلت إلى النشاطات الطلابية المدرسية في صفوف المرحلة الثانوية. المشروع يشمل التدريب على المهارات البدنية وفنون الدفاع عن النفس وأساليب الدفاع المدني وبعض المهارات شبه العسكرية. هي تدريبات يعني رياضية قريبة من التدريبات يعني الجندية والعسكرية، لكن هي بعيدة عن العسكر. مدارسنا بعيدة عن العسكر، وإن كان فيها هذه التدريبات اللي يعني بتربي الشباب على القوة، على الفتوة، على اللي هو الجد، على النشاط. وزارة التعليم التي تديرها حركة حماس تقول إن هذا المشروع بدأ منذ عهد الرئيس ياسر عرفات، لكنه لم يطبق بسبب الاعتراضات الإسرائيلية. هذه هي السنة الثانية لتطبيق البرنامج الذي بدأ اختيارياً ثم صار إلزامياً. برنامج الفتوة برنامج مميز، بخليك تثق بنفسك ثقة كاملة، رجولة، تتعلم كل إشي فيه، كل الرجولة، كل المعاني، الدفاع عن النفس، أي إشي بيخطر على بال الرجل. وفي يعني ناخذ حصص عمليه وحصص نظريه. في الحصص النظريه بتاخذ اسعافات اوليه واشياء زي هيك، انه لو واحد صار معه شيء في الفصيل نعرف كيف نتعامل لو ما كان في عدم وجود شخص بالغ. يعني برنامج الفتوة الذي بات نشاطا يوميا لكل طلاب المدارس الثانوية للذكور يأتي بالتنسيق بين وزارتي التعليم والداخلية، ويهدف حسب ما تقولان إلى تفريغ الطاقة السلبية المتولدة لدى هؤلاء الشبان بفعل العنف المحيط بهم. ينفي القائمون على البرنامج أنهم يسعون إلى عسكرة المدارس كما روجت وسائل إعلام غربية وإسرائيلية. الأمر أبسط من ذلك، والسلاح الذي يتدرب عليه الطلاب لا يعدو كونه مجسمات خشبية. هذا إشي أساسي لازم يتعلمه أي طالب، لأنه الصغير إن بنى على أساس سليم فبضلوا ماشي في هذا الأمر، إنه بيكبر وبضلوا معاه هذا العلم، لأنه هذا العلم ما بنتسى، هذا علم في مزروع زراعة في عقول الشعب الفلسطيني. البرنامج يأتي على ما يبدو تجسيداً لتصريح شهير لوزير الداخلية في غزة قال فيه إنه يسعى لرفع منسوب الرجولة، لكن تفكيراً جدياً يدور حالياً حول تطبيق البرنامج ذاته في مدارس البنات، إلا أن عدم وجود مدربات وطبيعة المجتمع المحافظ ما زالت تؤخر تطبيقه. محمد المدهون، قناة الجديد، غزة، فلسطين.